Salut, bonjour, bonjour tout le monde, bon samedi à tous. Aujourd'hui, on va apprendre la dixième partie de notre sujet, comment me présenter en français. تحياتي لكم أينما كنتم في مختلف دول العالم ويوم سبت جميل عليكم. اليوم ستناول الجزء الثاني من موضوعنا comment me présenter en français. إذن كيف أقدم نفسي في اللغة الفرنسية؟ comment me présenter en français. شخصيتنا لهذا اليوم هي السيد عدنان القادم من العراق، ونتعرف على السيد عدنان الآن. سيد عدنان يقول je m'appelle Adnan. إذن je m'appelle Adnan. Adnan ربما Adnan. إذن اسمي Adnan. Je suis Irakien. Je suis Irakien. Anna Iraqi. لو كانت هنا سيدة لكنا قلنا je suis Irakienne. إذن السيد عدنان je suis Irakien. سيد عدنان يقول j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. إذن j'ai هي قادمة فعل avoir have أو to have يعني I have. J'ai I have. لم نأخذه بعد سوف نأخذه. إذن جي 40 هي رقم 40 و ANS هي السنوات. إذن جي 40 أنا عندي 40 سنة من العمر. يقول سيد عدنان جي سوي ماريي. إذن أنا متزوج متزوج اي جي 4 أنفان. جي مرة أخرى I have 4 أنفان عندي 4 أطفال. 3 في 3 فتيات اي 1 غارسون وولد واحد. مع السيد عدنان نتعلم كلمات جديدة فهو يقول كم ميتيه كمهنة. كمهنة مثل ما مكتوب هنا. إذا كم هنا تأتي مثل عندما أقول أنا أعمل كمعلم أنا أعمل كطبيب. إذا كم كميتيه هي المهنة. إذا كمهنة يقول je suis mécanicien automobile. إذن je suis mécanicien automobile. أنا ميكانيكي سيارات. إذن je suis mécanicien automobile. automobile. إذن أنا ميكانيكي سيارات. يتابع سيد عدنان فيقول j'habite أعيش أسكن depuis deux ans. depuis معناه منذ deux ans منذ سنتين. أين؟ à Lyon في مدينة ليون. إذن j'habite depuis deux ans à Lyon. وممكن نحن أن نغير عندما نتحدث مع الآخرين هذا الرقم. نقول j'habite depuis quatre ans. j'habite depuis six ans à Lyon مثلا. يتابع سيد عدنان فيقول ma langue maternelle. ma langue maternelle. ma langue maternelle. ma langue هي معناه لغتي أنا. ما هنا هي أداة للتملك. مثل ما نقول باللغة الإنجليزية mine my language. إذن my language. إذن my language. ما لا وما تستخدم للإسم المؤنث. إذن لا هي مؤنث فنستخدم ما. لو كان مذكرا لاستخدمنا مون m o n مثلا مون garçon مثلا مون garçon. ما ما في. إذن في هي مؤنث. إذن ما للإسم المؤنث. ما لون ماترنيل لغتي الأم. إي هي لغاب. لغاب. مي ولكن جو بارل أتحدث أتكلم أوسي لانجلي. أوسي أيضا لانجلي الإنجليزية. بالنسبة للغة الفرنسية يقول السيد عدنان جو بارل أن بو فرانسي. جو بارل أن بو فرانسي. القليل من الفرنسية أو قليلا من الفرنسية. un peu un peu. je parle un peu français. يتابع سيد عدنان فيقول maintenant الآن في الوقت الحاضر. maintenant maintenant الآن. je prends un cours de français. je prends un cours de français. يعني أحضر أو أشارك في كورس اللغة. prends يعني هي قادمة من فعل prendre. un cours de français هو تعبير واحد يعني كورس لغة فرنسية. إذن maintenant الآن je prends un cours de français. comme مرة أخرى عندنا comme comme passé temps. comme passé temps
passe-temps, comme passe-temps. إذن كوقت فراغ أو كهواية عفوا كهواية comme passe-temps كهواية. ماذا يفعل السيد عدنان؟ يقول je joue ألعب au football كرة القدم au football je joue joue يعني قادما فعل jouer هو المصدر. إذن التصريف الأول هو je joue au football يعني يمارس رياضة الفوتبول كرة القدم. إذن أقرأها مرة أخرى لأنه فيها كلمات جديدة. يقول سيد عدنان je m'appelle عدنان je suis iraquien j'ai 40 ans je suis marié et j'ai 4 enfants 3 filles et un garçon. Comme métier, je suis mécanicien automobile. J'habite depuis 2 ans à Lyon. Ma langue maternelle est l'arabe, mais je parle aussi l'anglais. Je parle un peu français. Maintenant, je prends un cours de français. Comme passe-temps, je joue au football. إذن تحياتي لكم وأتمنى أن يكون هذا الدرس مفيدا وممتعا لكم والرجاء يعني أن تكتبوا في التعليق هل تستفيدون هل هذه المادة جيدة هل أستمر هل أتوقف إذن إلى اللقاء مرة أخرى.